السيونس تاع اليوم فري جوست كشعر ما قدرش نكمل السيونس. هنا تعرفوا الفائده تاع الوجبه اللي تاكلوها قبل التمرين، لازم يكون فيها بزاف كارب ولازم تاكلوها قبل ساعه ونص ساعتين هكا. الفيديو اللي كل فيديو نديرو في اليوتيوب تبان نساو الباك جراوند هذه بون ديوهاش فيها ديوها في الهضره اللي راح نهضرها. بون راح نعطيكم شويه نصائح للناس اللي تعاني باش تزيد في الميزان، باسكو انا كنت نعاني بزاف. الحوايج اللي عاونوني، الحاجه الاولى ديروا جدول، باسكو شوف لازم تفورسي روحك، هذيك تاع تفورسي روحك كاينه شغل ما كانش حل سحري انه خليك تفتح الشهيه هكاك وتولي تاكل ديما. لازم تفورسي روحك لمده طويله، ماشي قال سمانه، باسكو قادر تفورسي روحك سمانه سمانتين ومن بعد تحبس طول. سما واش دير كي تطلع لي كالوري ما تطلعهمش الحاجه الاولى بزاف. بار اكزومبل انا شحال درك راني ناكل جوايه 3000 في النهار هكا. بون العفسه هذه ما راحش تعاونكم برك في فتح الشهيه كذا، مي اي عفسه بغيتوا تنضبطوا عليها راح تعاونكم. ديروا جدول كيما هك وقول لازم شغل لازم تاكل 3000 كالوري كل يوم. واش دير اشك فوا تاكل شطب على النهار هذاك. بون هذه لقيتها في الكتاب تاع اتوميك هابيتس، قال لك شغل كي دير هادو لي كوش هادو ما راحش تبغي تكسر السلسله هذه. قال راح تبغيهم تشوفهم كامل مكوشين. كاين دي جور وين ما تصلح لك شغل، وفي لي جور هذوك اللي ما تصلح لكش لازم دير الماكسيموم تاعك. انا بكري واش كنت ندير، قال اليوم هذا ما قدرتش، قال حوست ولا عندي طريق ولا اي ظرف، واش ندير؟ نقول صاي غدوه نبدا، خلاص اليوم ما نخليه يروح هكاك. لا كل يوم دير الماكس تاعك. حاجه ثانيه شوفان، بون ما كانش ماكله تاكلها لازم تاكلها الصباح ولا العشيه، مي شوفان بون اللي نجيبو انا علاش تنجيب هذا ما تاكلوش الصباح. انا ناكل الشوفان الصباح صاي نقهم ما نقدرش ناكل، خلاص صاي شبعت. شوفان ناكلو في الليل كي نجي نرقد نزيد الوجبه، بالك راح نوريها لكم فيها جويه 1000 كالوري هكاك. حاجه واحده اخرى لي جاينر يوزلس ما تشريوش جاينر جامي في حياتك. تقول انا حس خاصني نزيد في الميزان لازم نشري جاينر، ما تشوفوش عند اللي يبيعوا المكملات هذا شريته عنده بالك ما نعرف شحال، ما تهمش لا ماركه، اي مارك تاع جاينر ايكيليبري ماشي ايكيليبري طيش ما يعاونكش صح. تقول لي ما نقدرش ناكل الروز الكارب صعيب باش نطلع الكارب سهل، اللي صعيب هما البروتينات. على بالك باش تاكل 120 غرام بروتين حيواني في النهار واش لازم لك تاكل كامل؟ لازم تاكل البيض وتاكل السكالوب وتاكل فروماج فري، بالك الطون، بالك تزيد اللحم وهكاك باش تلحق 120 غرام. سما اذا عندك دراهم حاب تستثمر في المكملات اشري لاواي. والحاجه الاخرى على بالي هذه بزاف ناس راح شغل اللي يكونوا ضدي، مي ما تحاولش تاكل صحي كلش. اذا انت ماكش سمين شغل رقيق بزاف تعاني باش تزيد في الميزان ما تحاولش تاكل كلش صحي. شوف كل بروتين تاوعك لا بها قلت لكم لاواي تعاونك باش تطلع لي بروتين. كي تكون طلع لي بروتين تبقى لك شحال؟ تبقى لك 1000 كالوري. اضربهم ديريكت شغل غذاء غير صحي نورمال. تعرفوا باللي الطريقه هذه اي ماشي شغل على المدى الطويل، خلاص مع الاول خلاص باش تولف روحك تاكل، تولف روحك دائما تاكل فوق 3000 كالوري، من ثمك تجيك سهله تقدر بشوي تنقص الغذاء الغير صحي تبدلو بالغذاء الصحي. مي مع الاول خلاص وتبدا غذاء صحي ما راحش تقدر.
اكيد waste of money, waste of time. Most useless man is انا كملت صايم عبدو هذا وين بلاك.